السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كون تكونوا بخير وعلى خير كما دابا. المهم الصغيره اللي جات لكم فيديو جديد هو فطور في رمضان وفي نفس الوقت عيد ميلاد ديال الزوج ديالي. المهم خليكم معايا تشاركوا معايا هذا النهار ديالي، شاركتو معكم. نبداو على بركه الله. المهم هنا بغيت نبدا لكم بلا سوب وبغيت نشارك معكم غير هذه، وغادي في الاخر نقول لكم منين جات. هذا هو اللي دام او ذاك الشيء اللي طافيه رجيلات ديال البط اللي غادي نوريه لكم من بعد كيفاش كيكون وكيفاش كيولي. هو اللي غادي نطيب فيه هذاك، كتقول بحال الزبده ديالو، يعني كت فيه واحد البنه غزاله غزاله غزاله، نقولوا بحال السمان، نقولوا بحال الزبير، المهم كل واحد وكش كيسمي. دابا نوريه لكم في اخر الفيديو. المهم هنا غادي ندير معكم مقتطفات، غادي ندير معكم لا سوب او الحساء ديال الجلبانه اليابسه او بالفصحى البازيلا واقيلا على ما اظن. المهم هنا درت البصلات شحر مع ديك الزبيده ديال البط، ودابا لحت عليها الجلبانه وزدت، غادي نزيد عليها الماء وغادي نخليها طيب. بالنسبه للتوابل غادي نديرهم في الاخير، يعني كتزيدوا الماء على حسب. انا درت نص كيلو يعني 500 غرام. المهم هيا الحريره او الحساء تهنينا منه، نفوتوه، درتها على 30 دقيقة عطيب على خطرة. هنا غادي نجو بلاتي على ما أظن شنو، هنا هي العمارة أو الخليط ديال البريوات اللي غادي نشارك معكم ساهل مال. هاد الخليط ديال الخضار، هاد الخلطة ماشي الخليط. المهم كيما قلت لكم فيه خيزو، جوج خيزوات، فيه الجزر، فيه الكرعة، فيه البطاطا، كيجي كيهبل غزال غزال ولي شو حتى هو. المهم كما قلت لكم هذه المناسبه ديال عيد ميلاد الزوج ديالي، وفي نفس الوقت جا شوف رمضان، سولت داك الشيء هو اللي كيبغي هما اللي درت ليه اليوم، يعني داك الشيء اللي كيبغي هو اللي درت ليه اليوم. الحريره درت ليه غير حريره ديال الجلبانه، ولكن كتجي غزاله غزاله، كتعطي فنه، كتشرب بها وتقدر تشربها سخونه، تتشرب هذا بحال شكل تاع مقبله، ولا بغيتي ديرها سخونه كتشرب على شكل الحساء. هنايا لي شو اللي حكيتو حتى هو، ما تغرش بالكميه، راه فاش كتطيب كتنزل كلها، ما كيبقاش هذاك الحجم كله، كيقلى لكم، كيقلى لي هذاك الحجم ديال الخضر اللي درت. هنا كيما قلت لكم ضروري الشعار ديالي في رمضان وفي دائما، ولكن خصوصا في رمضان، اللي خدمتوا بها غسلوها، اللي خدمتوا بها غسلوها باش ما يجيشكمش العكس فاش تسالوا، غتلقاو داكشي كامل جمع لكم ما تقدروش عليه. سولوا المجرب انايا. المهم هنايا غادي نشحر هذيك الخضيره اللي عندي. اليوم الفيديو غيجيكم طويل شي شويه، ولكن اعذروني، نقصت فيه على قدر المستطاع، محيت على قدر المستطاع دوك اللي ما كيهموش، ولكن هادو كاين. تسالت لي الهضره، قولي نص ساعه وانت غادي تهضري، غادي تجمعي الهضره. هنا عاوتاني هذاك ليدام هو اللي غادي نخدم به، غادي نوريه لكم في الاخر ديال الفيديو كيفاش داير، وزوين وصحي، يعني ماشي شي حاجه. في نفس الوقت ما تكثروش، شويه وبركه، كندير شي معلقه صغار، يعني تقريبا معلقه كبيره على حسب. ها شوفوا جوج معلقات ما عمرتهمش مازال، عرفتي كيجيو بنينين، وديرهم حتى في المسمن، غير الخضيره مصيله وهذا في المسمن كيجيو غزالين غزالين. شي نايت غادي نشاركهم معكم ان شاء الله، نسيمنات كيفاش كندير لهم، وديك الساعه حكموا. ايوا هادو كان هنا، كنشحروا البصيله كما كتشوفوا، غنستناو غير بما تنزل ليا شويه البصله، وغادي نلوح على هذيك الكميه اللي بقى. كتشوفي انا كنهضر ونخدم ونمسح، خايفين يتجمعوا ليا الموال، ما نقدرش خصوصا هاد النهار، ما نقول لكمش في السحور شربت الفيتامين سي باش نصحى صح شويه نتحرك، ما ديوش عيانه شي شويه مغوبشه، شويه الدرسه ضراني داكشي علاش شويه غضبانه والعيا وداكشي الدريسه. عرفتو رمضان سبحان الله العظيم كيجيب الدريسات، كلشي كيتجمعوا فيه.
وكنشكركم كلكم الناس الزوينين والغزالين اللي دخلوا عندي جداد، كنشكرهم والله، كتفرحوني وحق الله. داكشي علاش كنتشجع وكنرجع كنحط لكم جديد. كيما شتونا الخضره كلها حطيتها غادي تشحر وغادي تنزل ونرجع معكم. كل حاجه كنديرها كنساليها وكنتلها في حاجه اخرى. هنا غادي نبدا نقي في الشامبينيون او الفطر، غادي نبدا نقي لانه غادي ندير به الكغاتان ديال البطاطس، او بالاحرى باللغه ديال خوتنا المصريين صينيه بطاطس. انا غادي ندير هنا الكغاتان او الكراتان ديال البطاطا بالفطر، كيجي غزال غزال غزال، هو اللي غادي نشاركو معكم. هنا مره مره ضروري نضرب طليله حيت الخضره مازال ما دايرش لهم التوابل ديالهم، مازال ما عملتش ليهم التوابل انا دابا. المهم التوابل ديما حريه اختياريه، ديروا اللي يعجبكم. انا كنبغي بزاف التوابل، داكشي علاش كندير، وخصوصا عندي التحميره ضروري تكون حاضره في اي حاجه. المهم انا درت التوابل اللي عندي اللي كنبغي، وزتهم القزبر، دابا كنحرك فيهم هكا وغادي نخليهم، غير تشحر هذاك التوابل شويه ونطفي عليها، لان الخضره طابت ونزلات وحكا مقطعات تقطع رقيق، داكشي علاش غادي بزاف طاب ليا. هنا نكمل داك الشامبينيو اللي بقى عندي، جالسه بلاصتي كنهضر وسخفت لكم. هاد الفيديو راه سجلته نهار 23 اللي كان العيد ميلاد ديال الزوج ديالي، وما كتبش انني نحطو لكم حتى اليوم، قلت ان شاء الله علاش لا ما نحطوش لكم ننزلو لكم، حيت كنشوف التشجيعات تاعكم، كنشوف التعاليق وكنشوف اللايكات ديالكم، داكشي علاش كنقول ماشي مشكل، غير نصبر شويه ونحط لكم، ضروري ما نغيبش عليكم. المهم انا كملت الكميه كلها ديال الشامبينيون، راه كتشوفها تبارك الله كثيره، ولكن فاش كطيب راه كتنزل، كتخلاتها الوالده كتمسخ ما كيبقى فيها والو. ما كيبقاش في ديك الكميه بزاف. هنا يعني عاوتاني درت نفس الحاجه، درت داك ليدام ديال البط، درت هنا نقول لكم الزبده، الزبده ما بقاش نقول لكم ليدام لان ما كاين اللي ما يفهمش ليدام. وبالنسبه لخوتنا المصريين ديما كيقول لي هضري بالمصري باش نفهموك، انا كنهضر ما نقدرش نهضر في لي فيديو هكا، مكنتش مرتاحه باش نهضر المصريه 100%، ولكن نقدر نتكلم كلمات عربيه كفصحى اللي غادي تفهموها اكثر. المهم هذه هي العماره ديال البريوات، طابت وحطيتها تبرد، حطيتها في داك التبصيل باش تلقى الراحه ديالها وتبرد ليا بالزربه اللي بغيت نعمر البريوات. هنا الحساء ديالنا طاب لينا، غادي نطفي عليه، عتيد الحساء جربوا على حسابي، في جوج مكونات بصيله، الا ما بديتي كاع البصله ما ديريهاش، انا كنديرها باش كتعطي البنه شويه، ضروري البنه، البصله والجلبانه اليابسه او البازيلاء على ما اظن، الجافه ماشي الطريه، لا الجافه. هنا راه نقص من الماء حيت لقيت الماء كثير نقصته، وبديت كنطحن فيها. ايوا هذا كان. المهم طحنتها، دابا غادي نزيدها التوابل اللي خاصها. المهم التوابل كما كنقول لكم بلا مناقشه، كل واحد والحريه ديالو، كل ما كيبغيش البزار كل ما كاينش، انا كنبغي العطريه بزاف. المهم درت فيها المليحه وبزار سكينجبير قويته، والكمون ضروري ضروري، الكمون والليمون او الحامض عندنا حنايا ضروري، هادو جوج خاصهم ضروري يكونوا حاضرين، الحامض والكمون يكون بكثره. هنا يعني غير بزاف درت شويه لانني عارضه على والدين ديال الزوج ديالي اللي هما عمي وخالتي، عارضه عليهم، داكشي علاش ما كنقويش في البزار، ولكن السكينجبير ماشي مشكل صحي كنقوي فيه، زائد كانت الشتاء داكشي يعني ماشي زوين ما خيبش. هنا كنزيد الحامض او الليمون، ندي الصفايا كنقش يدوز ليا شي عظم، نتفادى يدوز لي شي حاجه، كديرو فهاديك الصفايا هكا قليله ويدوز. كما قلت لكم ضروري ضروري كنسطر عليها الحامض والكمون يكونوا حاضرين فيه، حيت هاد كل البنه اللي كتعطي. هنايا لا تسحبوني درت شي حاجه البزار وشي حاجه كثرت، هذاك الشيء اللي بقاني في القرعه كبيتو كله هذا الكمون.
بلا ما تخافوا تقولوا شي حاجه، شي بزار ولا شي حاجه. انا راه كنت درت سجلت بالصوت ديالي، ولكن وليداتي كيغوطوا، داكشي اش قلت نحيي نقطع الصوت. هنا شتي كي كتجي تقدروا ديروا عقده، راه شتي هاد سائل هكا، سائله ما عقدهاش، ولكن قد نجلس عليها شي شويه صايبتها مع ثلاثه سته العشيه لقيتها عاقده. داكشي علاش ديروها ديما جاريه في الاول، وراه غادي تشرب لكم من بعد. ايوا كيما العاده دزنا الجهه الاخرى ديال الكوزينه، هو الشامبينيو لقيتو نزل وشرب هذيك الزبيده كلها، شربها خاصو ما تبقاش فيه نقطه واحده ديال الماء، ضروري خاصو يكون الشامبينيو او الفطر من الاحسن لحبه دا يكون طري، اما ديال هذاك ما كيكونش البنه، الا بديرو ديال المعلب بالنقص، ماشي ضروري يكون شامبينيو حاضر في هذا الكراتان، ولكن الا كان كيكون حاجه زوينه عاوتاني كتكون البنه وشي حاجه هكا، ولكن الا بيتي تعوضو بالمعلب من الاحسن بلاش، ما كيجيش زوين بزاف. شوف تبارك الله قبيله كانت كميه كثيره، دابا ما بقاش بزاف. هاني خوتنا مصريين كنديروا حسابكم، كنتكلم بشويه. شوفوا هنايا هاد الكميه كلها خاصني نقطعها ونقيها. بالنسبه لخوتي المصريين ديما كنلقي لكم تحيه وشكرا لكم، يعني النص المتتبعين ديولي من مصر، من طبيعه الحال احبابي واهل ديالي المغاربه تحيه اليوم ديما، هذيك الدار دارهم، ولكن حيت الاغلبيه عندي متتبعين من مصر داكشي اش كنلقي لهم تحيه، وكنتكلم بشويه على قدر المستطاع باش تفهموني، ضروري هذه هي الوجيبه باش تعلموا اللغه اللهجه ديالنا. هنايا كما شفتوا البطاطا قطعتها بهاد الحجم، ما كبيره ما غليظه ما رقيقه، غير باش يكونوا كلهم خاصهم يكونوا متساويين باش كلهم يطيبوا في نفس الوقت. درتو في هذيك الطنجره وغادي الطريق كل واحد وطريقته، كل واحد والطريقه ديالو في الكراط. انا طيبتهم غير نص طيبه، واحد 10 دقائق في الحليب، هنا انا شويه كثرت الحليب ولكن ماشي مشكل، نتوما قللوا الكميه خاص غير فاش تبداو تحركوا تلقاو هذاك، انا طلعت الحليب حتى الفوق ولكن ماشي مشكل ما ضاعش، اختصرته في الاخر صرفت منه في الاخر. نتوما ديروا بحث قريبا على حساب الكميه ديال البطاطا وتشوفوا عينكم ميزانكم. درت انا فيها الحليب وغادي نزيدها قشطه طريه شويه باش يعقد لي داك الحليب، كما قلت لكم غير شي 10 دقائق ما تفوتوش بزاف، انا درت 10 دقائق على داك الحجم ديال البطاطا اللي عندي، يعني راه مرقيق ما غليظ، شويه غليظ على شيبس اللي كتكون الحجم ديالها شويه غليظ عليه. ايوا هذا كان الحليب وقشطه طريه وصافي، وغادي ندير ضروري هنا الزعتر، واحد احلى موسم هو الزعتر، ماشي مشكل الا كثرتو فيه، غير كثروا فيه ماشي مشكل، انا عطيتو زعطه هنايا كثرتو ولكن ماشي مشكل كيجي بنين. ايوا غادي نخليها شويه تجلب تبلبل شويه ليا ورجع هنا، مما تبلبل شويه كل شويه نجيب لكم مصطلح جديد. هنايا كنقطع البصله نسيت، بيت نعسلها واحد بصله وحده حجم واحد، غادي نعسلها، ولكن شنو اللي خاصي ضروري يكون، ماشي اي تعسل، البصله خاصها تكون التقطع ديالها شفافه، فاش كتهزها في يدك كيبان لك شفافه يعني رقيقه بزاف، ولكن ما ان شاء الله ضاش هكا كنقطع غير هكا عادي، ولكن تكون رقيقه هي اللي غادي نعسلها شويه باش نزيد على داك الشامبينيو من بعد. ما نقول لكم كي كتجي هاد الكراتان غزال غزال ما بقى فيها والو تبارك الله، ماشي ما صيبتش المول كبير ما صغيرش، موين ديال 6 الناس او 4 الناس، واخا قطع ترقيق ضروري كنبقى ندير لها هاد الحركات باش تفرز كل وحده على وحده هكا، يطيبوا لي غير بالزربه نبقى واقفه عليهم نديهم نجيبهم في المقله ويطيبوا. ها هما هنا وريت لكم كيفاش، شفتوا كيف بحال الشكل ديال الشلاضه فاش كتكون فداك في المطاعم كتلاقاو مرقاق هكاك. هنا ما عنديش كندير من الشعه ديال الشمس ضروري، خصوصا كنحول الكاميرا من هنا لهنا لان كل شويه كنتقل نتنقل في جهه
اعذروني ما قدرش نوريكم المقله ديال البصله لانه ما دوجت التليفون لاصق الحيط ليا، يعني شويه نخدمه بالزيت البلديه او زيت الزيتون بارك عليا من هذاك اللي الزبده، ودرتها في الكراتان، درتها في الشامبينيون، درتها في الحساء، داكشي علاش في البصله ماشي مشكل نعسلها في الزيت الزيتون. انا بدا لي الصداع تاع الدرسه. المهم هنا دابا جينا البريوات، راه قلت لكم كندوز من هوك لهوك من جهه لجهه. هنا المساند الرسمي في اول صفحه حطيتها في القناه هي ديال الماز، الجبن ديال الماز. هنا صافي حسيت براسي كاو، راه شتوني وليت نتكي غير على البوتاجير من الجهه الاخرى، ما قدرتش، حسيت بالعيا، عاد التنازل ولا كي ولا كيبدا. المهم كنحيد هذاك الاولى ديالو كتجيني ما كتعجبنيش. دابا كنقطعهم غير على حسب الورقه اللي عندي، العدد ديال الورقه ديال الديول او الورقه ديال البسطيله، كل واحد واش كيسمي، باش نديرهم في البريوات. ايوا هذا كان. المهم بديت انا هذا النهار بديت الكوزينه بكري مع ثلاثة، ساليت انا والمغرب، انا والمغرب ساليت. المهم هذا كنسدو، ساليت انا والمغرب نيشان لقاني باقا ودني عليا في الكوزينه، ولكن الحمد لله كون صيبت الحريره حتى هي غادي تجيني يلا قد 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 قد. هنا كما العاده جبيبنا تاع الزيت وجبيبنا فيها الدقيق والماء باش نجمع الورقه. هنا الخليط راه برد ليا، ما نقول لكمش كي جات بنينه بنينه بزاف بزاف، جربوها يعني ماشي ضروري الدجاج ضروري هذا وهذا، حتى الخضره راه كتجيب بريوات ولا نسيت بريوات او سيكار، انا كندير سيكار بزاف ما كنبقاش ندير هذوك بريوات، كيجيو بزاف بزوينين بالخضر، يعني كل واحد وتنوعي، ماشي ديما الدجاج ماشي ديما الكفته ولا هذا، تنوعي. هنا كندير الكميه واحد الكميه لا باس بها، وكنقسم هذيك الفرماجات على جوج. غادي نشوف دابا واش هذاك كيتبن، غادي نشارك معكم وحده اخرى. قربت الكاميرا ليا باش تشوفوا الشكل كيفاش درت لها. كنت كناخذ واحد الورقه ديال البسطيله، ولكن غير كنبغي نتنيها ولا ندورها كتقطع كتهرس كلها بوحدها. هادي لقيتها، المهم الناس اللي كاينين هنايا في هاد المدينه ساكنه فيها تلقاوها في لوكلير، غزاله غزاله عتي كتحمق هاد الورقه غزاله، وفاش كطيب كتكون مقرمشه. المهم كديرهم على هاد الشكل كيعجبوني انا. غادي دابا نقرب الكاميرا باش تشوفوا، نوريكم وحده اخرى ومن بعد صافي. كما قلت لكم غزاله غزاله تلقاوها في لوكلير، مول فكر نخدم كازينو ولا كنخدم اوشون زيرو، عندي ملوكلاغ غزاله غزاله حاجه الا كانت زوينه وغزاله راه ضروري علاش لا ما تشكريهاش، واخا دير لهم اشهار فابو ولكن غزاله تستاهل. هنايا كنقسم هادي على جوج بحال هكا، كل واحد الشكل ديالو باش تجي في جوج جهات، ماشي في جهه وحده تلاقي فرماج الجهه الاخرى لا. كنبدا نتني بهذه الطريقه وصافي. العمل كنتهنو غير بشويه زيت غير باش ما تلصقش ليا هذاك الورقه عليه صافي، وما كتجيش مزيته ما والو. هنا جريت بزاف الدقيق، مرفوض ديري شويه عقد هنا مع الزربه ووليدات جريتو بزاف، يمكن ماشي مشكل قضى الغرض، كديرو غير شويه ما تكتروش بزاف باش تجيكمش مدقصه. المهم هذه الكميه غادي نكمل بحال هكا تنكمل الكميه كلها. ايوا هذه هي النتيجه، خرجت هذه الكميه لا باس بها 11 حبه واقيلا على ما اظن 11 حبه، في الورقه في لافيش كاين كاتبين غير 10، انا لقيت 11 جاب الله العماره كثيره. المهم المول دهنتو بالزبده، زبده عاديه. هادي هي البطاطا اللي كنت طيبت في الحليب والقشطه الطريه، هذاك هو الحليب اللي صفيت منها لان الكيتو كتير صفيتو منها، وغادي نزيدو القشطه الطريه والكوزه، الكوزه ما عرفتش باللغه الفصحى. هنا داك الشامبينيون والبصله معسله وفرماش، كل اللي بيدير فرماش كل ما عندكش ما ديريش، ولكن كيبنن
المهم هنا كنبدا نصفي بشويه وتكيسو، لانه راه غير نصطيبه واخا هكاك راه رقيقه يعني تقدر تهرس لكم. حنا ما بغيناش تكون لا بيغي، حنا بغيناها تكون غراتان، داكشي علاش بشويه باش ما تهرسش لكم، باش تجي في المنظر زوينه. داكشي علاش خديت بالعاني هذيك المعلقه ديال السيليكون باش ما تهرسش ليا حاجه. المهم هذه درت الطبقه الاولى ديال البطاطس، وزدت عليها شامبينيون او الفطر والبصله، الفطر والبصله زدتهم عليها كما قلت لكم. الا كان الفطر ما عندكمش طري بالنقص، ديروا بالنقص. المهم كنسرحوا على هذا الشكل، كنسرحوا على هذا الشكل بطريقه متساويه باش يكون في جميع الجهات، اللي قطع شي حاجه يلقاها في جيتو. ونديرو الطبقه الاخرى هي ديال البطاطا، نغطو بها داك، نغطو بها داك هذاك الشامبينيون كما ديما. سوريا ديما كدير لكم المونتاج في النهار اللي غادي تحط لكم الفيديو اللي كدير فيه المونتاج. والله العظيم ما عرفتش مالي هاد رمضان، ماشي هي هذيك، داكشي علاش درت كان العجز وماشي العجز، العيا العيا بزاف والله. داكشي علاش كان مونتي اخر لحظه وكنحط، خصوصا لهاد لا فيديو كان فيه شي ساعه و ساعه و 15 دقيقه تقريبا، ونقص نقص نقص حتى خليت 31، ما قدرش نقص اكثر من هكا، يعني غادي نقدر نقص لكم شي حاجه وما غاديش تعرفوا الطريقه مزيان. داكشي علاش نكون انا كنهضر على شي حاجه وهي كما كتشوفوها لا، داكشي علاش خليت اللي قدرت عليه هو 31 دقيقه. وصبروا معايا ودوزوا المشاهده، وما تبقاش تنقزوا، ما تبقاش تنقزوا في لا فيديو، خلوا المشاهده تتكمل. راه عارفه اللي كيكملوا ليا المشاهدات كنقول لهم تحيه لكم من هنا، وعارفه اللي كيدخلوا تا هما كيديروا غير تعليقات كيخرجوا تا هما عارفاهم. ماشي مشكل، ماشي مشكل، ان الاعمال بالنيات، ماشي مشكل. المهم هذيك الكميه ديال الحليب اللي طاب ليا فيها، اللي طاب ليا فيها بطاطا، هزيتها وزدت عليها شويه ديال قشطه طريه باش تعقد ليا، وزدت عليها داك البطاطا من الفوق، كتزيدي شويه شويه حتى تحسي بالحليب طلع شويه قرب يوصل للبطاطا، وكنحبس حيت البطاطا راه مازال ما طيباش. غادي يطيب لينا في هذاك الشيء اللي في هذاك الحليب اللي درت، يعني الا درت ما درتش بزاف راه ما غاديش تطيب ليا، غادي تولي بطاطا هذاك ماش كيقولوا لها، غادي تولي بطاطا ما طيباش لما نقولوا شي كلمه ماشي هي هذيك. دابا كنشوف الحليب راه طلع حتى لنصف الجناب، داكشي علاش حبست. المهم غادي نوريكم فين خاصو يكون الحليب باش تطيب فيه هذيك البطاطا، باش تلقى فين تطيب. هنا الفرماج تبارك الله دات خير الله، لكن ماشي مشكل مره هذاك، يعني ماشي ديما وماشي مشكل، مره فاش مره فين وفين ماشي مشكل، نكثروا في الحاجه وتكون ما ردوش البال واش فيها الزيت بزاف ولا ما فيهاش. داكشي اللي كنقول انا دابا كنقول لكم فين هو الريجيم، انا ما كنديرش الريجيم، غير مره مره هكا كنحيد الحاجه وصافي. جيت نشوف حتى لقيت خويت الباكيه كلها، ماشي مشكل. المهم كاين فرماج هنا في الكراتان، كاين فرماج في البريوات، بركه كما قلت لكم هادو هما الشيوات اللي سولت راجل قلت لي شنو اللي بغيتي وجدتهم لي، ما كاينش الضياع مع صوره هي هي. لقيت شويه اخر قلت لكم الا. كما قلت لكم سولت راجل قلت لي شنو اللي بغيتي الشيوات اللي بغيتي، مسكين ما بغانيش نتعذب داكشي، قال لي لا لا شي حاجه خفيفه، قلت لي لا قول شنو بغيتي، ويقول لي غير هذا مسكين وجدتهم لي اللي قدرت عليه. بالحق قلت ليه تقابل لي امير سوسو ما تخليهمش يجلسوا حدايا. شتي الحليب هو غادي نوريكم، ما طلعتوش حتى الفوق، فايت النص، فين طيب لينا بطاطا سينو ما عادش طيب لينا، تولينا مغززه. ديال الكلمه اللي بغيت نقول مغززه، يعني تكون نص طيبه. هاني كنبدا نتنقل من جهه لجهه، دابا جيت الجهه الاخرى ديال الكوزينه نحضر البطا، هذا هو البط اللي قلت لكم مخلل او
مجدد ما عرفتش شنو الطريقه. المهم طايب هنا البط، هما الرجيلات او الافخاد ديال البط طايبين. وهداك اللي دام قبيله اللي كنقول لكم الزبده ديال البط، هي هادي راه كاينه هنايا لداخل، هي اللي طايب فيها ومرقد فيها. المهم هادي وريتها لكم لان لقيتها قدامي، تيجي راجي هو اللي غادي يشاركها معكم، غادي هو اللي كاين شي مسائل ما كنقدرش انا راجلي مكلف بيهم، هو اللي غادي يحل لي هذيك البواطه الكبيره. والمهم خليكم معايا صافي. هنا بغيت ندير واحد العصير خفيف وبسيط، هو ديال الجزر والخيار والليمون او البرتقال والحامض، الحامض او ليمون، يعني راه الحامض راه وحده صغيره، يعني الحامض راه عارفين الفوائد ديالو ومن تنقيه السموم في الجسم وداكشي، الحامض ضروري زويون. المهم اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش مش مشكل. واللي كاين عندها الكرفس، هذاك العروشه الجذوره ديال، ماشي العروشه، الجذوره ديال الكرفس ديرو، عرفتي كيجي احسن ديتوكس. انا قلتها لكم كاع ما سجلت لا فيديو، ماشي مشكل. احسن ديتوكس ديريه هو الكرفس والحامض ومعدنوس، الا كان عارفه الطبيعي ما فيش مواد خايبه ديريه، ولكن غير الكرفس والحامض ما نقول لكمش احسن ديتوكس. المهم هنا بديت كنطحن، يعني ما بقاش لي هنا بزاف ديال الوقت، خاصني نزربو ما بقى والو. العصير هكذا سهل وبسيط كيما العاده، نخدمو ونغسلو الموان، ما نشوفش شي حاجه في لافابو، هذاك الشيء كامل مازال غادي يتنشف. هنا ساليت الكميه، واخا هكاك شوفوا تبارك الله، هادو هاد الكيسان كيهزو بزاف، شتي ديك الكميه كلها اللي طحنت ومازال زدت بحالها، باش يلا جاوني 4 الكيسان. ولكن ما سجلتش مع كل مره تاني لانني نقصها فيها عاوتاني نفس الحاجه ووصلتها. دابا شنو غادي نشارك معكم، كما قلت لكم ما كنقدرش نشارك معكم كل شيء في المائده حيت كيكونوا جالسين داكشي، ما كنقدرش ما كيبغوش يبانوا، ما كنبغيش نسجلو. هنا داكشي علاش اغتنمت الفرصه سجلت معكم الديسير، هذا هو الديسير المفضل ديالو، كوموندها ما كتكونش بزاف، هذه ما عرفتش نسيت ديك السميه سميتها، كوموندها على تيسع باش وجدوها ليه، غزاله. ولكن ما عجبنيش انا هذاك توت البري ولا ما عرفتش شنو سميتو، المهم فريز وهذاك. دابا شوفوا شنو هذا اللي قلت لكم البط، شتي هذاك البيض هو اللي دام لي صيبت بيه، هذا انا اللي كنحمق عليه والله العظيم، دابا شتو تهيت. المهم راه جدي هو اللي حل هذيك البطه كما قلت لكم، ماشي الخدمه ديالي، دابا هو اللي كيهزها وكيحطها في المقيله. رجيلات رجيلات هكا كيكونوا، وداك ليدام هو اللي مخللين فيه، وداك ليدام هو اللي ديما اللي قلت لكم كنشدو كنديرو في بواطات وكنخدم به، كيبقى عندكم وتديرو في الثلاجه كيبقى عندكم شحال وشحال. دابا راه ديك البواطه شتوني خدمت بها، مازال ما بديتهاش، يلا بديتها معكم كانت باقا عامره، ودابا هذا حتى هو هاد ليدام تاع هذا اللي بقى في البواطه زائد ليدام اللي غادي يطيب اللي غادي يشيط في المقله، غادي نجمعو ونديرو في بواطه تا هو، هو هذا شتيه عرفتي غزال غزال كيحمق. المهم هنايا فريمشات قطعتهم اشكال ديال الفرماج، وهنا الكبده ديال البط، هاد نورمالمون هاد الطبق اللي درنا لكم اليوم ديال كنديروه في راس العام، يعني في راس في البوناني، ودرناه هنايا. هنا حلقت على الحاله شويه وصافي، ما بقاش في البيجاما ديال الدار وصافي، شي حاجه خفيفه لان هنايا راه قرب يبدل المغرب، بقى تقريبا شي 10 دقائق، داكشي علاش زربت لبست غير لبسه هكا خفيفه وصافي. المهم هنا كنقطع في الطميرات، يعني قال لي راه ما بقى والو، بقى لك 10 دقائق ويبدل الموت، واش نعاونك شي حاجه قلت لا لا، بلا ما تدخل الكوزينه خليك تما نكمل نهاري. داكشي علاش لبست غير هادشي خفيف، وزائد ما نقدروش نديرو مكياج ولا شي حاجه، رمضان غير لبسنا هكا. المهم خلى هذاك شويه وصافي، انا دوشت ودرت هذيك الضفيره وبديت نخدم. بعدا تبقى لك الضفيره تسرحي شعرك شي شويه من السيشوار، داكشي مابقاش بنادم يحرق شعرو بزاف، انا اكثريا هكا كرتاح في الضفيرات تاع الشعر، انا كنقي التمر زعما كنتحدث كنجمع معكم. هي قلت لكم هنا نوريكم لبسه،
القصير هو القصير وهذاك دي باردور ديالو. وهاد اللعيبه اللي كنت شاركت معكم في المشتريات الا كنتو عاقلين عليها غزاله خفيفه، لان عندي بزاف اللعيبات تاع دي باردور لكن ما غاديش نخرج بهم هكا، كتلحي عليهم هكا المهم كتواتي وصافي. هنا صوري وامير صافي دخلوا دخلهم باباهم. هاد التمر ما باش يسالي. اي هنا لقيت المعلومه. هنا راجلي كيهضر في التليفون وانا هادشي راه ماشي انا اللي كنعرف ليه، لانه الطيابو خاصو يتكلف لي كيفاش نقلبو بيا قلبي. انه فاش كيتكلف بهادي وسميتو، لان الطياب ديالنا ما خاصنيش نفوت بزاف، الا عول عليا انا راه غادي نحرقو. ما كتعجبني الماكله تكون شويه محروقه. ها هو دابا شفتو داك اللدام، داك اللدام ديالو داب ما بقاش بزاف. هنا المعينات كلشي موصول، حتى حاجه ما كاين عندي. كما قلت لكم في الفيديو اللي الاخير بعد الفطور كنقول لكم راه المعين ديال الفطور كلهم كيتصلوا قبل ما كنحط الميده تاع الفطور. هنا راه كلشي في الفران، الكراتان، البريوات، تشوفوهم دابا البريوات هما التحتانيين تابعهم الكراتان، والفوقي درت طرونش، درت طرافي ديال الخبز قطعتهم هكاك شرائح، وغادي ندير عليهم هذاك الكبده ديال البط من بعد. كل واحد يهز ويخدم راسو. المهم اول مره واخر مره شتي الخبز كي درت ليه، اول مره واخر مره كنشارك معكم لا فيديو ديال طبلة الفطور.